نفسك عفريت ولا اللي حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. كان في مصر، في مصر عندك يا ابني انت بالك، ما انت مصري. لا اله الا الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الله على الروائح الجميله. ايه الجمال ده؟ من بعد ما عندكم. من بعد ما عندكم ده ايه ده؟ ده بوريك، بوريك ومحشي وبتاع، وانتوا قاعدين ولا على انا المطبخ ضرب مني يا سيد، المطبخ ضرب مني، ولا عارفه الف مواعين ولا عارفه الف حاجه ولا عارفه اقطع بوتاجاز. والله فين، والله فين، والله فين. انا خلاص ايش بيكي مالك؟ هتطلع عليك الدم في راسك ولا ايش؟ طلع لي ده مش الدم بس، ده الضغط والسكر كله طلع في دماغي. معلش معلش على كم شويه بريك راح تجريهم شويه. بقول لك يا سيد، بص يا سيد، انا صايمه وخلقي بقى هنا يعني خلاص. كيفاش صايمه انت على روحك؟ انت صايمه على حالك انت؟ والعباد كلها ما يسموش؟ العباد كلها صايمه، بس العباد بدي انا بتاعت انا خلاص. يعني زعما تديري شويه المكله في النهار. يا حبيب قلبي تعالى خش يا بابا، خش يا بابا، ده هي جاهزه على اللف بس. شغيله انت؟ على بالك انا ندير 200 بيس في النهار. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ندير 200 بيس، سي كوا هذا؟ سي كوا سيريا، سي كوا؟ ما تقلش من مجهود يا سيد، ما تقلش من مجهود، اروح انا اخلص. بص المواعين قد ايه يا سيد؟ بص المواعين قد ايه؟ بص الدنيا قد ايه يا سيد؟ سي نورمال، سي نورمال. ما تخدميش زوين، سي نورمال. هذه المشكلة ديالك أنت مش ديال أنا. ولا سيد. سيد احنا في المطبخ. في المطبخ؟ في المطبخ يا سيد. شوف 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 في المطبخ يا سيد. شوف شوف الخدمة، شوف الخدمة. اخدم. شوف الخدمة كم الفوق. اخدم يا سيد. وين تروحي؟ أنا تعالي أوريك الخدمة. الدنجرة اللي أنا بعملها. تعالي الدنجرة، هذه المشكلة. شوف. هالإخوة، الإخوة والخوات كل عام وأنتم بخير، صحة فطوركم، إن شاء الله هذه المشكلة ما تتجوز مع المصرية. إخوة مين وأخوات مين؟ في أنت اتلبست ولا إيه؟ اني اقدر مع الفانس ديالك. فانس مين؟ انت بتكلم نفسك يا سيد؟ احنا لسه يا بابا، ده انت اول مره تخش معايا البتاع. مش هذا ندير مباشر ولا ايش ندير انت؟ اشتغل يا سيد. هذا مباشر، انت تدير مباشر. مباشر ايه سيد؟ ما بدرش حاجه، احنا واقفين لوحدنا في المطبخ يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. انت حصل لك ايه يا بابا؟ طب سيبيني انت شويه مع الناس. اهدر يا حبيبي، اهدر اللي انت عايزه. يلا. السلام عليكم الاخوه والاخوات، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. اليوم راح نديركم ونوريكم ونشوفكم طريقه عمل البريك، البريك الجزائري بالصح. طريقه العمل البريك؟ وين؟ احنا نوريهم والدبلاتي، نوريهم طريقه العمل. هو جاهز اصلا يعني؟ انت عامل ايه اللي انت عملته ده؟ انت جاي هتعمل لنا؟ شويه عليك، شويه عليك، خلينا على راحتك، خلينا على راحتك. اعمل يا بابا. شوف قبل ما نبدا الهضره، اول شيء نحن لك على حاجه. هاي كل جزائري يتجوز مع واحدة مصرية يخص يكون عنده طول البال، بس هذه المرة المصرية عندها شوية صحيبة. اسمحوا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. على بالكم المرة المصرية شوية متعصبة، شوية متعصبة، تصير تعصب، تعصب بالزيت. بص تعالى بس شوف، ما زال ما خلصتش الهضره. شايف؟ ما زال ايه ده المطبخ كله ضرب مني. بالراحه شويه، بالراحه شويه. رمضان كريم، بالراحه شويه. ضرب على بالي كنت نعرف انت عندك هذه الكاركتر ديالكم صح؟ والله جامي ما كنت عارف مع مصريه، جامي. لافي مين عرس ده؟ لا نحترم، نتزوج يعني، نتزوج، نحترم نفسنا. احنا في رمضان وشهر مبترك، عيب في الالفاظ دي. شوف دير راسك، يلا نقول بسم الله. بسم الله. هذا الفيدوريك راح نشريهم من البازار، من عند البازار. الحبه تدير 30 سنتيم ولا 40 سنتيم الحبه، ما كانش يعني ما كانش بزاف، ما كانش غالي بزاف. مش مين 40 سنتيم؟ انت بتخلي الراجل يقول كلام مش صحيح ولا ايه؟ المهم شوف. طيب
ده دلوقتي بقت بيورو، دي احسن الناس تروح تتخم بالاسعار. يلا بابا هاد هاد لحمه، هاد لحمه بتاع العلوش قاع ممكن تكون تحط فيها البيف ولا تحط فيها لافو ولا ممكن نديرها باللاتون وممكن ندير عليها كمان في البوم دي تير وعليها لا فورماج ونحط شويه فيها الكزبر وشويه البهار ونحط فيها اللونيون وعندنا قلت ده الاخير ده. اه ايوه اتكسري في راسي وهتعصبيني وما حطيته ده انت ما تدرسيش عليا يرحم والديك ما تدرسيش عليا سيبيني ندير عليها وندير خصينا ونجيب اللافاش كري تراد امبورطون احنا في البلاد نحط لافاش كري هي هذه المصريه بتجيب لنا لا سومارك من عند ليدي وانا ديما نقول لها ما تجيبليش لا سومارك هاتي لي لافاش كري كون نديرها في البلاد وهي ما بتسمع ما عندهم في مصر بيحطوا نار برتقوا لكن احنا عندنا في الدزاير بتفضحني قدام الناس ولا ايه احنا عندنا في الدزاير بنحط لافاش كيري انا قلت لك قلت لك طب ايه دي ايه دي يعني دي هو انت عشان صايم مش شايف او ايه ما تجيبش الجبه هذه مين هالجبه هذه دي كلها هذه ما ندرهاش احنا في البريك احنا نجيبها في نجيبها في لافاش كيري ماشي الاثنين طيب هاتي شوف يلا يلا يا ولد تعال هذه المره المصريه كومسا تخش عليها لا بقول لك يا سيد لا يا سيد ما اسمحلكش ايه مرة دي لا 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 لان لو عرفوا في مصر ان انت بتقولي مرة بعيد عنك يجوا يولعوا فينا هنا اسم السيدة لو سمحت احنا في الجزائر إيه؟ احنا في الجزائر سيده باللغه العربيه مره هي يا مره دي عندنا شتيمه لا 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 حاشا الله يعني حاشا الله قاعده كده طول النهار في قلب المطبخ ولما انا بهرج من هنا لهنا وفي الاخر يتقال لي مره لا احنا جزائريين محترمين ما نطلعش منها الهضره الخايبه الخمجه ولا الخايبه خليتني نهدر شويه اهدر زي ما تهدر يلا بينا قول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شوفوا لو عجبكم هذا الفيديو تحطوا فيها دوسوا فيها لايك وديما ما ريكلاماسيون تشوفوا عليها ريكلامي سيد ريكلاماسيون سيد ديما في الفيديوهات ريكلاماسيون سيد و الجزائري يحب يتجوز مع واحدة مصرية يخصو يتقصص دبور عليا انا الاول ويكتب لي في الكومنت ايش كيف يدير مع المرأة المصرية يعني برقزم الكتالوج برقزم الكتالوج بتاع المرأة المصرية انا نعرفه نعرفه بالذات ومعك الضمان كمان ولا اول شيء يخصك في الكتالوج لما تجيب يعني تجوز تحب تتجوز على المرأة المصرية الكتالوج ديالها يكون باللغة العربية دير بالك بس كينا كان الغش بزاف كان الغش بزاف برفو يحطوا لك الكتالوج بالشينوا سيد انت ما عملتش اكل يا حبيبي طيب بس انا صراحة نشتهي بزاف الانترنت نشتهي بزاف اليوتيوب ما فيش حد واقف اصلا بيصور لا اله الا الله مش عارفه انت بتكلم مين اصلا يعني اخدم يا سيد اخدم ربنا يصلح حالك ربنا يصلح حالك يا امين يا رب امين ان شاء الله ربي يبارك ان شاء الله وصح عليكم فطوركم ونشوفكم ان شاء الله على خير في العيد الكبير ونعمل الحلويات ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نعمل لكم الحلويات نعمل لكم المقروط ونعمل لكم المشبكيه ونعمل لكم الزلابيا وما تنساش البغارير ما شوف نديروا البغارير طيب شوف 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 وانا بحضر معاكم شوف كيف درت كم حبه شوفوا 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 عشان تعرفوا بس ان الرجاله الراجل الجزائري في الدار نمبر 1 ايش انا خلصت كل شيء خلصت الحمد لله بس يا ابني انت كنت بدات اصلا ده في الحاجات دي كانت معموله اساسا الحاجات دي كانت معموله يا سيد ده اصلا البتاع لسه زي ما هو طيب طيب اعطيني بلاش اعطيني البلاش اعطيني البلاش شوف شوف تعال شوف شوف دي البلاش مبلوله خد خد هتعمل ايه؟ انا عندي انت بتعمليها على الحبه ما انت بتدي لهم مقادير غلط ولا بتدي لهم ايه طيب؟ انا اعملها في الحبه شوف تاخد شوف تاخد واحد تاخد واحده كعبه بريك كعبه واحده ما تحطهاش بالجوز كان الناس يحضروها بالجوز لكن احنا في الجزائر في الشرق بتاع الجزائري نحط حبه كعبه واحده سيتو نحط كعبه واحده اوكي شوف ما 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 تركزوش مع هذه المصريه ما يهمكوش فيها شوفوا جيبوا معلقه هكا كم صح تمام حطوا هكا في النص كم صح تمام نسيت الجبنه سيد لا باشكيري والله نحبها بزاف لا بتاعت بلادك يا سيد لا باشكيري تعال يا ابني ايش انت تفهم انت في الماكله خير مننا ولا شيء ها خليك انت في المنبر ديالك ولا المحشي ديالك ولا شو بقى ديما المصري ياكل المحشي وياكل لافاش كريم
نديرها لكم صح. فوالا كعبه واحده، كعبه واحده لا باش كريم، ما تزودوش بزاف، ما تزودوش بزاف حياة غالية كثير. يلا شوف، وبعد كده غندير واحده دوره، دوره واحده كومسا، ونقلب من هنا، بعدين من هنا كومسا، شوفوا، وبعدين فو بيان سيري، بيان سيري، اها اها، خلاص خلصت، شوف، نديرها كان 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 الناس يدروها بالثوم وعليها العظم والله والبيض يعني. نروح الجزائر ونجيب معنا هذه المره المهبوله هذه، نجيبها معنا ان شاء الله. اسمع يا رب ما تطلعش. بيقول ايه ده نهار احمر ومنيل، لا اله الا الله. سمي بالله، بسم الله بسم الله. نجيبها معنا ان شاء الله، نوريها بلادنا، نوريها الدنيا فيها فين. شوف شو عندنا في الجزائر، شوفوا شوفوا الدنيا، شوفوا الجمال، شوفوا الطبيعه، شوف الشرق، شوف الغرب، شوف كل شيء، شوف الشمال، شوف الجنوب. يلا يلا بالزاي، يلا 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 وهيسه عند العروسه. يلا يلا يا بابا. الحمد لله خلصنا عمل السلامه سيد، خلصنا الحمد لله. خلصنا عمل البريك لسه شويه، وعييت انا عييت عييت على اخر كم صبع يا سيد. معلش نحب نروح نصلي ونسبح ربنا، ننزل لك عملت لك انا، انا علمتك الطريقه وخلصت. انت اللي علمتني يا سيد، جاي تجيب لي لقطه في قلب المطبخ ولا ايه؟ ده انا اللي سالقه البطاطس وعامله الخضره وعامله اللحمه المفرومه ومعصباها وعامله ايه يا لور؟ ايه يا لور؟ ايه يا لور؟ مي سي با سا لامبورتون، لامبورتون لامبورتون لي تكنيك، لي تكنيك لا الطريقه، الطريقه تكنيك مو كومو تي في. ده انت خربت بيتي اصلا، ده انت بتحط البتاع واحد الجبنه نصه في قلب البوريكو لوحدها، انا بقسمها على اثنين. بشويه عليكي بشويه عليكي بشويه عليكي، احنا صايمين على حمادك شويه عليكي. يلا فين الماكله؟ وريني وريني ايش درتي للماكله؟ انا درت لكم منبار لسه، لسه هذا هذا المنبار، شوفوا شوفوا لسه، شوفوا يا جماعه شوفوا شوفوا لسه ما تحمرش ولسه لسه. شوفوا شوفوا هذا المنبار بتاع المسروه، شوفوا ايش درنا هذا بتاع الفطور، وريني ايش دارك ايش دارك. اطلع يا سيد، اطلع ربنا يهديك. يلا يلا يا سيد، ما فيش راجل اصلا ينصف واحده ست كده ويقف يكمل الخدمه من اولها لاخرها. يلا يا سيد يلا يا سيد، عشان انا صايمه انا كمان. ويلا على بالك انت على روحك صايمه لوحدك، على بالك ما كانش انت صايمه وانت في البلاد عندك وفي المطبخ عندي ضرب لوحده ودخل يجيب لي ضربه. بس صح بس صح، نحب نسالك سؤال يا ابني، انت بنفسك عفريت ولا ايه اللي حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله. كان في مصر، في مصر عندك يا ابني انت بالك، ما انت مصري لا اله الا الله. كان راجل مصري يدخل مع مرته المطبخ يدير معاه البريك؟ والله ولا اي بلد ولا اي دوله اصلا مش راجل بيساعد مراته اصلا. انا دخلت معاكي درت لك 10 حبات بريك، 10 حبات والله في صحتك، ربنا يديك الصحه. هذا بس للتاريخ، للتاريخ انت تعرفي ان جوزك ها كيف دار معاك يا ايش يا يلا ايش يا سيد، تحرمش ما تنسوش حماديك، وما تنسوش الكومنت تعملوا لايك الله. وديما ديما ما ريكلاماسيون، ريكلاماسيون جاري، اعملوا لي اعملوا لي ريكلاماسيون في الفيديو، اعمل له انت يا ابني ابنين، اعمل له انت يا ابني. وان شاء الله سي تو فابيا نغير الاشن ديالها ونكتبها الحكايه مع سيد، وندير الامور ان شاء الله بينا بالمعروف، ونوديكم نفسحكم ونوريكم الجزائر ونوريكم كل شيء والمكله، ونعمل بلاصه ونديكم واحده بلاصه باهيه كثير وحلوه كثير. يلا يلا بالصحه عليك، مع السلامه. السلام عليكم، والله زياره خفيفه ولطيفه. يلا سيد يلا يلا حبيبي، سلام.